الحلوة دي، عرفوني بقى بنفسك، اسمك ايه يا حبيب قلبي؟ ملك. ملك ايه؟ ملك عمرو وهيب، صح؟ شفتي انا عرفت بابا معروف في الدنيا كلها، بطل الصاعقة عمرو وهيب. والحلوة القمر الصغنونة دي، يا خلاصي جودي عمرو وهيب، ما شاء الله يا حبيبتي. طيب مدام عمرو وهيب، كلمينا عن عمرو وهيب. اقول لك الناس عايزينها تعرف النهارده، الناس طبعا هم معروفين، هم نجوم في السما، بس عايزين نعرف الناس بيهم دايما، ونحن نبقى على اتصال بذكراهم وسيرتهم العطره، فعايزين نتكلم عنهم. اتفضلي. انا هتكلم عن عمرو الانسان الاول طبعا. الزوج والاب، احن واطيب زوج وراجل في الدنيا، واحن اب عليهم. لما كان بينزل اجازه، عايزه اقول لك كان بيفضل يلعب مع الولاد، كان بياخد ملك معاه الجيم، ما كانش بيقدر يسيبهم لحظه، بيقعد يلعب ويتشقلب معاهم. انا خلفت معايا ياسين، عنده 3 سنين. من وقت ما ياسين جه كان عمرو حاسس ان هو يعني هيبقى ياسين مكانه، كان دايما يقول لي ياسين هيبقى مكاني، حاسس ان هو هيبقى سند ليكي من بعدي. هو كان احساس غريب، ما كانش حاسس هو هيروح فين. كان او قبل استشهاده بفتره يعني قصيره، من يوم ما اتولد ياسين كان دايما يقول لي انا نفسي نبقى انا وهو اصحاب ونخرج مع بعض. كان انسان يعني طيب جدا وحنين. ما كانش لسه راح سينا لما قال لك الكلام ده؟ لا، كان في سينا، كان في سينا، قعد سنتين في سينا في رفح. انسان متسامح جدا مع كل الناس. بصي يعني عنده طيبة وحب، بيحب الناس كلها. لما كنا نمشي في الشارع كان مفيش أي حد يعني يمد إيده وهو يرجعها. عنده طيبة يعني غير عادية، محد يطلب منه مساعدة عمره ما يقول لأ. كان معايا بقى زوج حنين جدا. صورته نازلة على الشاشة، هي صغير وقمر يعني. زوج حنين جدا، كان بيعمل كل حاجة في الدنيا عشان يخليني مبسوطة، حتى لو زعلانة ما يديش فرصة اليوم يعدي واحنا زعلانين مع بعض. عمرو في شغله لما كان بينزل أجازة كمان ما كانش يعني، كان برضو بيفضل شايل هم وقلقان على الكتيبة وعلى الناس وعلى أصحابه اللي معاه. كان يعني بيحب العساكر عنده، بيحب الضباط، بيتعامل معاهم بمعاملة أخوية. كان مع بعض الشهيد خالد مغربي، كان هما الاثنين مع بعض في كتيبة واحدة. عايزة أقولك إن هو كان عمرو بالنسبة له قدوته، كان ماشي على نفس النهج بتاعه. عمرو ما كانش يعني ما فيش أي واجب أو أي حاجة تطلب منه ويتأخر عليها، في طلوع مداهمات في أي حاجة ما كانش بيتأخر. عايزة أقولك إن هو كان العساكر بيحبوه لدرجة هو خدم 2 سنين في الأقصر، فضل بعد ما ساب المكان كانوا بيفضلوا يطمنوا عليه ويتصلوا عليه باستمرار، حتى لما كان يسيب مكان ويروح مكان جديد يفضلوا يطمنوا عليه ويتصلوا عليه. يعني انسان بطل، ربنا يرحمه. طيب انا هروح لمدام رضوى. خالد مغربي دبابة، احكي لي عن خالد مغربي دبابة.